هل رمضان شهر الخير والبركات؟ أطلع على كل الناس ومنهم عائلة أبو خالد، أبو خالد، أم خالد وصغارهما، عائلة من خمسة. كل يوم في الشهر الفضيل لنا معهم جلسة، وراء كل شباك هناك حكاية عن فعل الخير وحسن النوايا. ورمضان كريم. في حديقة المرح صبي يريد أن يلعب ولكنه صغير، لا يعطيه الأولاد الكبار دوره. حزن الصبي وجلس على المقعد ينتظر حتى رآه خالد من بعيد وقرر أن يساعده. اقترب منه وأمسك بيده، أخذه إلى الزحليقة وطلب إلى صبي أكبر أن يسمح له باللعب، فالدور دوره. بدأ الصبي الصغير يلعب ويضحك بفرح. ركض عند خالد يشكره على مساعدته، وعندما رأى الآخرون فرحة هذا الصبي خجلوا من أنفسهم وقرروا ألا يأخذوا دور أحد مرة أخرى. منذ ذلك الحين يلعب جميع الصغار في حديقة المرح، كل حسب دوره لا عمره. مساعدة الصغار مسؤولية الكبار، واللعب الجماعي جميل بغض النظر عن الأعمار. بفضل مبادرة خالد أصبح لكل واحد دوره مهما كان عمره. عمل الخير مهما بدا صغيرا قد يحدث فرقا كبيرا. تابعونا غدا لنشاهد عملا طيبا جديدا مع عائلة أبو خالد، ولا تنسوا زيارة موقع ماكدونالدز أريبيا.com لننشر الخير معا. رمضان كريم.